السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace upon you. I hope you are all well. ندخل في الموضوع مباشرة. أنا كنت أتمنى إن أنا أتكلم في الفيديو دوت عن أهم المصطلحات باللغة الإنجليزية للي بيحتاجها الطالب، وبالذات الطلبة اللي في مدارس تجريبي لغات، لأن المستر مش شرط كل مرة يقولك اكتب لي هنا فاعل، لا هيقول لك سبجكت، مش هيقول لك المستر الجمله بتاعتك دي ناقصها فعل او ناقصها فيرب، او يقول لك الجمله دي عشان تبقى سليمه محتاجه مفعول، هيقول لك ابجكت وهكذا. مصطلحات مهمه جدا جدا جدا، لا غنى لطالب يتعلم اللغه الانجليزيه من معرفتها، ولا سيما طلبه التجريب اللغات. ما نطولش على حضراتكم، يلا بينا نبدا. Look at the board. Just listen carefully to me and get concentrated. بص يا حبايبي، هناخدوا حاجة اسمها تعبيرات القواعد، يعني grammar expressions. Grammar expressions. بالنسبة لكلمة قواعد يعني grammar. أنت أفتر مي؟ grammar. Grammar. ما تقولش grammar. ما تقولش لو سمحت grammar. 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 عايز تقولها بالبريتش وما تقولش الار خالص زي ما هم متعودين ما يقولوش الار لما تيجي في نهايه الكلمه او بعدها كونسونانت، يبقى جراما 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 بالامريكان بالامريكان اكسنت جرامر جرامر. اتس اوكي، ده المصطلح الاولاني او ذا فيرست جرامر اكسبريشن. نمبر 2 فاعل. الفاعل يا حبايبي زي ما انتم عارفين اللي بيجي في اول الكلام، اللي بيجي في اول الجمله، سواء الفاعل ده اسم او ضمير. فاعل يعني subject subject subject. ممكن حضرتك تستخدم الابريفيتد فورم، الصيغه المختصره اس اللي هو الحرف الاولاني. الفاعل دوت يا شباب اللي بيتكتب في اول الجمله اللغه الانجليزيه ممكن يبقى ضمير زي اي هي شي اي ذي وي، بسميه pronoun pronoun pronoun. والابريفيت فورم او الصيغه المختصره اول ثلاث حروف او اول ثلاث حروف برو. اما بالنسبه للفاعل برضه ممكن يبقى اسم زي مثلا بدل مثلا هي اوي، بدل شي منى، بدل ات كات، بدل ذي اند منى. اتس اوكي، بسميه هنا مش اساسا ضمير عشان ده اسم سواء عاقل او غير عاقل. نوم نوم نوم. والابريفيت فورم الصيغه المختصره ان، يعني الحرف الاولاني من الكلمة. اما المصطلح الثاني يعني فعل، الفعل بنقول عليه verb 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 verb. وممكن برضه الابريفيتد فورم الصيغه المختصره حرف الفي اللي هو اول حرف بالكلمه verb verb، زي مثلا play eat watch see have. اما بالنسبه للاكسبريشن الكلام اكسبريشن التالي اللي هو مفعول، مفعول يعني object object. ممكن تقولها بالامريكان افتح الاو object، وممكن كمان تضمها زي البريتش وتقول object، والابريفيتد فورم او الاختصار حرف الاو اللي هو الحرف الاولاني object. زي مثلا مع فوتبول نقوله مع play نقوله فوتبول، مع eat نقوله fish، مع watch نقوله tv، مع see انا اسف بمعنى يرى نقوله apple، هذا يمتلك نقوله a car. اما بالنسبه the last grammar expression اخر مصطلح معانا اللي هي الجمله sentence. بالافتر مي sentence sentence، وبالامريكان شيل التي خالص وقول sentence، لان الامريكان متعودين التي لو قبلها ان شيل التي خالص، يبقى اعملها dropping تبقى sentence او بالبريتش sentence. sentence المقصود بيها الجملة، الجملة يعني فاعل فاعل ومفعول. It's okay. These expressions are very important for you. You must learn them by heart. You must bear in mind they are very important to deal with them in the class. مهمين جدا 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 انك انت تقلب بقى على قناة تانية، تقلب انجليزي ولا سيما في تعبيرات اللغة الانجليزية، وممكن نقولهم بسرعة very very fast. Repeat after me. Grammar grammar grammar. Subject subject subject. Pronoun pronoun pronoun. Noun
noun, noun, verb, 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 object, 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 sentence, 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 or synonyms. I hope you understand everything I have taught you today. See you next time. Goodbye, everybody.